الو ايفريبادي، كي داير؟ لاباس عليكم حبايبي، كلشي بخير، امور هانيه، عواشر مبروكه. وتنقول لكم الا كنتو اول مره تتشاهدوا القناه، مرحبا بكم في عائله مومو فوريو. عائله محترمه اللي غادي تتكبر بشويه بشويه. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه، عباره على كيمباب. هذه الوصفه كوريه، وراه كوريه بمعنى الكلمه. هاد الوصفة هذه تستعملوها الكوريين، تيديروها كطبق تيخرجوا به لي بيكنيك للنزهات في الطبيعة. وهاد الكيمباب تيديروه كذلك الأطفال الصغار على شكل غوتي، تياكلوه. حتى الطريقة ديالته سهلة واقتصادي وخفيف في الماكلة ديالو. وهاد الكيمباب هذا راه كما تلاحظوا دابا، غادي نقول لكم المكونات اللي غادي خصونا لهاد الكيمباب. راه مكونات بساط وراه تيشبه شيئا ما للسوشي، هي المكونات يختلفوا واحد شويه. وهذا الكيمباب هذا راه غادي يعجبكم، وتنقول لكم الا جربتوه راه ما غاديش تندموا عليه. فهو وصفه كوريه رائعه وهائله 100%. ونبداو على بركه الله، نقدم لكم المكونات اللي غادي خصونا ان شاء الله في هذا الكيمباب ديال اليوم. غادي خصونا اوراق الطحالب، اوراق كيمباب اللي غادي نعمروهم. غادي خصنا الرز العادي. غادي تخصنا كمية قليلة، 2 كيسان مثلا ديال الرز، وغادي نديرو الدوبل ديالهم ديال الماء. إلا درنا كاس ديال الرز نديرو 2 كيسان ديال الماء. وغادي خصنا 3 المعالق كبار ولا 4 المعالق كبار تقريبا ديال زيت السمسم، زيت الجنجلان باش نسمو هاد الرز هذا. وغادي خصنا 1 الحبة ديال الجزر وحده ديال الخيار اللي غادي نقطعوهم جوليان، طريفات طوال دي بودوار طوال هكا جوليان، باش غادي نعمرو هاد الكيمباب ديالنا. وغادي خصنا 3 الحبات ديال البيض. نبداو على بركة الله، نبداو في الوصفة ديالنا، نوريكم الطريقة كيفاش من بعد الفاصل. ونبداو على بركة الله. غادي ناخدو هاديك الزيت ديال السمسم اللي قلنا باش نسمو الرز ديالنا. وهاد زيت السمسم معروفة بالنكهة ديالتها وبالفوائد ديالها. غادي نسمو بها هذاك الرز ديالنا باش يعطي واحد المذاق مزيان. وغادي نخدمو هذاك الرز شوية، تيتجانس المكونات كاملين. وبالنسبه لهاد الاوراق هادو ديال الكيمباب، هاد الاوراق هادو ديال الطحالب راه متوفرين في لي سوبر مارشي، كاينين موجودين بوفره. راه فين ما مشيتو كاع لي سيرفاس، لي غروند سيرفاس، غادي تلقاو فيهم هاد اوراق الطحالب راه موجودين. ومن بعد ما نسمنا الرز ديالنا بزيت السمسم حطيناه على جنب، ودابا غادي نقادو هذيك الحبه ديال الخيار ديالنا، غادي نجدوها. الطريقة ديال التقطيع ديالتها راه سهلة. ومن بعد ما شفتو معانا، حيدنا الخيار، الحبة ديال الخيار حيدنا ليها هاديك الزريعة ديالتها، وحبة ديال الجزر تا هي حيدنا ليها داك القلب ديالو. دابا غادي تشوفو معانا الطريقة ديال التقطيع ديالهم كيفاش. نبداو على بركة الله. تتقطعو بهذه الطريقة هذه كما تشوفوا، طريقة اللي هي بسيطة سهلة بشكل طولي. تتنقطعو هذيك الحبة ديال الخيار ديالنا، نعاودو نكملو النصف الآخر ديال حبات الخيار. وكما تعرفوا راه هاد الكيمباب هذا، هانتوما شفتو المكونات، مكونات اللي هما جد بساط
وصحيين مزيانين كما قلت لكم. انا كيم بابا دا تيدير الكوريين، تيدير الكوتي لوليدات الصغار، الا كانوا خارجين للبيكنيك شي نزهه في الطبيعه ولا شي حاجه تيديروا هذا كيم بابا هذا. وانتم شفتوا دابا المكونات ديالو، راه مكونات طبيعيه 100%، ما كاينش شي حاجه زعما اللي خايبه. ندوزو دابا للجزر ديالنا، نقطعو حتى هو. وبالنسبة لهاد الطريفات هادو ديال الجزر يكونوا رقاق شي شوية فين، باش تف في الرولاج منين بيون نروليو هداك الكيمباب ديالنا يجينا ساهل، ما يجيناش صعيب ولا يبدا يتهرس لينا دوك الأوراق ديال الطحالب يبدا يتهرسو لينا. نديرهم يكونوا فين، يكونوا رقاق باش يجيونا ساهلين ويجيونا بسط. ومن بعد ما قطعنا هذاك الحبه ديال الجزر والخيار ديالنا، دابا غادي نديروهم يتسوطاو واحد شويه في المقله مع شويه ديال الزيت. سوطيوهم شويه، وهذه الطريقه هذه تسهل عندنا الماموريه ديال التعمار ديال الكيمباب ديالنا. وتنديروا واحد القبيصه ديال الملحه معاهم هذاك الجزر، وتنقول لكم دائما الا كنتو اول مره تشوفوا القناه ما تنساوناش بالدعم ديالكم لعائله مومو فوريو. ديروا لنا جيم وديروا لنا بارتاج، ولما لا نصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من المشاهدات، شي 800 مشاهده ولا 1000 مشاهده لما لا. وتنقول لكم شكر، شكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناه، ومره اخرى مرحبا بكم وعواشركم مبروكه. ومن بعد ما صوتينا هذاك الحبه ديال الجزر اللي عندنا، راه طيبنا هذوك ثلاثه الحبات ديال البيض اومليت. ودابا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش نقطعوا الاومليت ديالنا. غادي نقطعهم تقريبا بحال التقطيع ديال ديك الحبه ديال التخيزو الجزر، نقطعهم بشكل طولي. من بعد ما تكون الاومليت ديالنا بردت واحد شويه باش يجينا في الخدمة سهل. الطريقة راه جد سهلة جد بسيطة. تنتمنى منكم انكم تجربوا هاد الوصفة هادي وتردوا عليا في التعليقات ديالكم، حيت الناس قالوا لي زعما دير لنا شي وصفات اجنبية. فالي مالا، انا عند حسن الاستماع لجميع المتطلبات ديال المشاهدين ديالنا، وقدمت لكم اليوم هذه الوصفه هذه. من بعد ما قطعنا المكونات ديالنا كاملين كيف ما تشوفوا دابا قدامكم، دابا غادي ندوزو للعمليه ديال التعمار ديال الكيمباب ديالنا. ناخذوا هذاك الورق ديال الطحالب ديالنا، الجهة الحرشة تتكون عند تنشوفو فيها، يا ريت نديرو فيها الحشوة ديالنا. نبداو على بركة الله. غادي ناخدو هداك الأرز ديالنا، الرز هو ممكن أنكم تستعملو هديك القطعة الخشبية ديال اللي تتلف بها السوشي وتتلف بها الكيمباب نيت وداكشي، ولكن أنا هاد الساعة متوفرش عليها. إلا كانت عندكم راه مزيان. دابا تشوفوا معنا الطريقه كيفاش نعمروا هاد الكيمباب هذا.
وصدقوني راه تيجي هائل لذيذ لواحد الدرجة لا توصف، حيت دقت انا شي جوج نوبات زعما المذاق ديالو مزيان. تنفرشوا هذاك الرز ديالنا اللي سلقناه بهذيك الزيت ديال السمسم، نسمناه بالزيت ديال السمسم. تنفرشوا هذاك الارز ديالنا تقريبا على هذيك الورقه ديال طحالب البحر، والرز ديالنا تيكون ديك الساعة نشاف تسقطر من الماء مزيان وبرد، حيت ما خصناش نخدمه بهذاك الرز وهو سخون باش ما يتقطع عليناش هذوك الاوراق، سيكون ديجا يكون برد شوية ماشي في الثلاجة، في درجة حرارة ديال المطبخ بلا ما نديروه في الثلاجة. نعمرو لا سيرفاس كاملة ديال هاد الكيمباب هذا، تنخليو هاد الباندا الصغيرة الفوق خاوية، ودائما الجهة اللي حرشة تتكون هي اللي تتكون فوق الحشوة. نتابعو بزاف لهاد المسألة هادي، وتناخدو واحد القطعة ديال الخيار ديالنا تنحط نوضعوها هكا بشكل طولي، وتنضيفو ليها الأومليت ديالنا، وتنضيفو ديك الحبة ديال الجزر اللي صوتينا في المقلاة مع الزيت. بحال هاد الطريقة هادي وتنبداو على بركة الله تنلفو الكيمباب ديالنا هي بشوية دقة دقة، تنوركو عليها هكا باش يتجمع لنا دوك المكونات كاملين. إلا كانت عندكم هذيك القطعة ديال الخشب ديال القصب باش يتيرو ليو راه مزيان تتساعدكم، واللي مثلا عارف كيفاش راه الطريقة انتم شتوها، الطريقة جد بسيطة. تنديرو واحد شوية ديال هذاك حبات ديال الأرز مسلوق باش تلصق لنا هذيك الباندا اللي خلينا خاوية ديال الورق، وهانتوما شتو الطريقة كيفاش تنلفو كيمباب ديالنا. ونتلاقاو من بعد باش نكملو فاش نوريكم الطريقة كيفاش كملو الآخرين والطريقة ديال التقطيع ديالهم. ومن بعد ما كملنا الكيمباب ديالنا هو تتشوفو على هذه الطريقة، دابا غادي ندوزو للمرحلة الأخيرة من بعد قبل من التقطيع ديال الكيمباب ديالنا. غادي ندهنوه بزيت السمسم، غادي ندهنو هادوك الأوراق ديالنا بالزيت ديال السمسم بزيت الزنجلان، وهاد الزيت هادي تعطي كما قلت لكم النبلولة واحد المذاق وواحد النكهة للكيمباب ديالنا. وفي التقطيع تيجينا ساهل، في التقطيع مثلا ملي نقطعو الكيمباب ديالنا تيجينا ساهل. ودابا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش نقطعوا الكيمباب ديالنا. نبداو على بركه الله التقطيع ديالو، بسم الله الله اكبر. الكيمباب ديالنا كي تشوفوا تيجي زوين، والشكل ديالو المظهر ديالو رائع لا يقاوم. ونتلاقاو من بعد باش نوريكم التقديم النهائي ديال الكيمباب ديالنا، وتنقول لكم مسبقا بالصحة والراحة،
وما تنساوناش بالدعم ديالكم، وبين هذا الفيديو هذا يطلع للقمة، بين المشاهدات يطلعوا بين 1000 مشاهدة، فلما لا لهذا الفيديو والدعم ديالكم. وتنقول لكم مرة أخرى شكرا بزاف للدعم وعواشر مبروكة، ونتلاقاو باش نقول لكم التقديم النهائي للطبق ديال الكيمباب ديالنا اللي هو طبق كوري 100%. وكما تنشوفوا معنا هذا هو التقديم النهائي ديال الكيمباب ديالنا، وتنقول لكم بالصحة والراحة. الكيمباب هذا تيجي مرافق ب لاصوص دو صوجا، صويا صوص، اللي ممكن انك تستعملها مع الكيمباب ديالنا. ونقول بسم الله ندوق الكيمباب، انه رائع. وتنقول لكم بالصحة والراحة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. وما تنسوناش باللايك، دعمونا باللايك، والى اللقاء في فيديو اخر في قناة ديالكم مومو فور يو.